الموهبة دي نعمة من ربنا، بس المطلوب مننا إن إحنا ننميها ونشتغل على نفسنا علشان نستغلها أحسن استغلال، وده مش هيحصل غير لو ورانا حد يكتشفها ويساعدنا على إظهارها. وطبعاً محدش هيعمل الدور ده غير الأم، السند لأولادها. والبطل اللي معانا النهاردة مش بس موهوب في الجمباز، لأ كمان موهوب في الرسم. وعلشان تعرفوا قصة ورحلة تميزه في مواهبه دي ودور مامته فيها، تابعونا في حلقة النهاردة من البطولة أمهات. وفي حلقة جديدة مع بطلة جديدة هتعرفنا بنفسها وبمشوار بطولتها. أنا شيماء مامي مالك، هو 2010 بيلعب جمباز. طبعا الموضوع كان رحله طويله قوي قوي قوي. هو بدا من اول 4 سنين او 3.5. في الاول لما بدانا كان هو في الاول يعني خايف بقى وبيعيط، والجمباز لعبه اصلا مرهقه جدا، ففضلت بقى وراه سبورت لي. هو في الاول انا ما كنتش بصراحه عايزه اكمل في اللعبه دي عشان هي عدد ساعتها طويل وانا بشتغل وكده، لكن بعد كده لقيته ان هو يعني فيزيكالي ويعني ماتشنج مع اللعبه دي كويس قوي الحمد لله. ولقيت ان الكباتن لا بيقولوا لي هيبقى حاجه وكملي وما تقلقيش، والولد بدا يستجيب كويس قوي وبدا يبقى متميز الحمد لله. فكملت يعني والحمد لله، الحمد لله طلع يعني ان الكباتن رايهم فعلا كان صح، لان احيانا الامهات ما بتبقاش عارفه تروح فين، ما بتبقاش اكسبيرينس عندها انف ان هي تعرف بالظبط فعلا ابنها يبقى في انهي لعبه كويس غير بعد ما فتره. فالحمد لله يعني الحمد لله، فكملنا ودخلنا حوالي 6 بطولات والحمد لله جاب ذهب الحمد لله والشكر ليه. فالحمد لله يعني هو دلوقتي بدا بقى يدخل في الاجهزه بقى اللي هي الجلد بقى والحلق، ويعني بدا الدنيا تبقى صعبه شويه، بس مع الكباتن ومع التشجيع ومع طبعا ان انا يعني على طول بقى بيبدا ان هو في فتره كده يحصل داون شويه، انا مش قادر اروح، انا تعبت، انا زهقت، فده بقى بيجي هنا دور الام بقى، لان لو انت سبتيه خلاص هيبطل، لكن لو انت فضلتي وراه هو يعني شويه يجي معاكي وشويه يزن وشويه طب اصل هجيب لك مش عارف ايه، طب هتبقى بطل افرجه على فيديوز مثلا ناس شامبيون او حاجه. فالدور بتاع الام فعلا فعلا هو البطل، دور البطل فعلا جندي المجهول. في البدايه انا حابب اتكلم عن رياضه الجمباز، هي بتعتبر من احد الرياضات الاساسيه، هي ام الالعاب، هي ورياضه الالعاب القوه، لان الطفل في البدايه بيكتسب مهارات اساسيه زي الجري والحجل والوزن، وبتعمل على القدره البدنيه بتاعه التوافق كوردينيشن، فده مش موجود في اي رياضه تانية غير الجمباز والسباحه بس. والمرحله السنيه اللي بيبدا فيها الرياضتين هي تتناسب مع مرحله رياضه الجمباز ورياضه السباحه. اختيارك لمالك لعبة الجمباز كان نتيجة انه الكباتن بيقولولك ان هو تناسقه العضلي مناسب جدا للعبة دي، هل انت شايفة ان في اسباب تانية كانت وراء اختيارك للعبة دي ولا لا؟ بالنسبة لمالك، بصي هو في الاول خالص انا ما وديته بصراحة كان عشان خاطر يعني اصغر سن بتاخد لعبة الجمباز تقريبا بتبدأ 3.5، ده أول سبب. السبب الثاني إن هي لعبة الجمباز أصلاً بتأسس لأي لعبة تانية، يعني أي حد لعب جمباز أما بيفضل فترة بعد كده ما بيروح مثلاً سباحة، بيروح ووتر بولو، بيروح سكواش، بيبقى أوريدي هو جسمه تأسس، فبتلاقيه فعلاً بينطلق، يعني بتلاقيه مميز. حتى كابتن أي لعبة تانية يقولك ده لاعب جمباز، فلا هاته، وبيبقى إيه حاطط العين عليه فعلاً، وفعلا بيز عن الولاد التانيين يعني، بلس طبعاً لو هو موهوب يعني. بس بالنسبه بقى للصعوبات، طبعا صعوبات كتير قوي في لعبه الجمباز، لان اول حاجه الوقت من 3 ساعات في الاول خالص، وبعد كده بدانا بقى ندخل في 5 ساعات وحاجات كده مع بقى بنذاكر، فالموضوع كان صعب جدا جدا.
دي حاجة طبعا من الحاجات اللي صعبة قوي يعني. بلس بقى ان انت عايزة تخرجي في الصيف، عايزة تروحي زيارات عائلية، احيانا بيبقى تمرين الصبح وبعد الظهر، فده طبعا بيبقى اوفرلود علينا احنا كأسرة بقى، ان احنا عايزين مثلا نعمل حاجة، مرتبطين كل حاجة حياتنا مرتبطة بالتمرين. ففكرة الجمباز كان فيه صعوبات بسبب الوقت بتاعه، فعلا وقت كبير جدا جدا جدا، زائد ان لعبة الجمباز اصلا لعبة شاقة يعني، ما فيهاش انجويمنت غير ما بيطلع بقى على الجهاز في الاخر ويحقق، لكن فكرة الفتنس بتاعه كتير قوي، والولاد بيفضلوا طول ما هم قاعدين فعلا متألمين وبيعيطوا، بس الناتج بتاعها بيبقى حلو قوي، دي حقيقة يعني، غير اي لعبة تانية. فدي القصة بتاعت الجمباز ومشاكله بقى، فيعني حاجات كتير قوي، بس دي من الحاجات اللي فعلا كل الناس بتعاني منها، الوقت بتاعه طويل جدا يعني. هي في اربع جوانب احنا بنركز عليهم في البداية، الجانب البدني والفني والتكنيك زائد الجانب النفسي، والجانب النفسي بيعد من احد الجوانب المهمة جدا اللي احنا بنركز عليها، وده اللي بيحسه الإدارة سواء مجلس الإدارة او المدير الفني، ان الطفل لازم يبقى جاي التمرين حابب ان هو يمارس لعبة الجمباز، عشان ده كله في الاخر بيعود على الجانب البدني والفني بيعود علينا بجانب كويس. انا اسمي مالك محمد حلمي، بتمرن جمباز من وانا من 5 سنين ونص. انا بحب الجمباز عشان هو رياضه حلوه، بتديني قوه تحمل واراده وكل ده. هو مالك احد اللاعبين المميزين داخل الفريق، وان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كبير جدا في الجمباز. مالك من اللعيبه اللي بتتقبل التمرين، هو بيبقى جاي الجمباز حابب، وهتساله انت كمان شويه هتلاقيه بيقول لك انا عايز اطلع مدرب جمباز، فده بالتالي هو حابب لعبه الجمباز وحابب المدربين والجهاز. أثرتي معانا كذا مشكلة، هنمسك مشكلة مشكلة منهم وتقولي لنا بتعالجيها ازاي. هنبدأ طبعا بالمشكلة القوية جدا، مشكلة الدراسة. أي أم البطل بتعاني من قلة الوقت للمذاكرة، لأن التمرين بيبقى واخد كل وقته يوميا إحنا في النادي. فقولي لي بتعالجي الموضوع ده ازاي، وبتحاولي إنك تعملي توافق ما بين وقت الدروس ووقت التمرين، بتحلي القصة دي ازاي؟ بالنسبه لل خاصه بقى المذاكره ديت، ده موضوع بقى كارثي يعني، مش صعب، هو كارثي. فانت فعلا لو مش يعني عامله كنترول كويس قوي، لازم حاجه هتقع منك، لا التمرين لا المذاكره. فالحمد لله، الحمد لله ان مالك من الاوائل على المدرسه كل سنه، الحمد لله، لان عندك الرياضي دايما بيكون شاطر. لو عنده استعداد للمذاكره مع الرياضه فعلا بتخليه افضل كتير، لان بتخليه مركز كويس قوي، بتخليه منظم وقته كويس قوي، عارف ان كل ساعه دي ليها قيمه، او مامته بتبقى حريصه جدا ان هي تنظم الوقت، وده حاجه مهمه جدا جدا. ف لازم الاول ان انت بتبداي مثلا تخلي بالك قوي من ايام الاجازات. ايام الاجازات دي مهمه جدا بالنسبه لك، ان انت بتبداي بقى تلمي المنهج كله فيها، بنعمل بقى الواجب تقريبا واحنا ممكن في العربيه واحنا قاعدين هنا في النادي قبل ما نروح. لا، هي بصراحه الموضوع صعب يعني، عشان تعملي بطل او عشان تكملي في رياضه، مش شرط بطل بس، فمحتاج اراده قويه جدا، ومحتاج افورت عالي جدا 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 من الام والابن يعني. كتير قوي بنبقى مروحين الساعه مثلا 11 بالليل، المفروض يصحى 6 الصبح، يرجع هنا مثلا الساعه 4 التمرين، فالولد فعلا بيبقى مجهد جدا. فعشان هو مش قادر، وطبعا طفل مش عارف مصلحته لسه، مش فاهم يعني ايه بقى بطوله ومش عارف ايه، لسه برضه صغير، عشان توصليه للمرحله ديت بيبدا بقى ان هو يرفض، لا مش قادر، انا مش عايزه اكمل، انا مش عارف ايه. فواجهت كتير قوي ده، وكل الامهات واجهت القصه دي كتير قوي، فبنفضل احنا بقى اللي بنتعذب في القصه دي، طب عشان خاطري، طب مش عارف ايه، ونيجي بقى ينام في العربيه عشان تصحيه وتجيبيه، ويلا عشان التمرين هيبدا وكده. بس هما بيحسوا بقى بكل دوت في وقت البطوله، وقت الميداليه، وقت ما الناس بتسقف لهم، وقت الحاجات دي كلها بقى بتهون عليكي كل الفتره اللي فاتت دي كلها. اكيد في البطولات اللي عصرتوها كلها مريتي بمشاكل،
وكانت ممكن منها مشاكل قوية، قدرتي تحليها ازاي وتعديها ازاي؟ بصي، بالنسبة للبطولات طبعا بتقابلي مشاكل، لان البطولات دي بتبقى حاجة زي كده، ايه، حاجة لايف كده، ما بتيجي تصوري، فممكن وانت بتصوري لايف كده يجرالك، فاهمة ازاي، حد يدخل في الهواء يقول اي كلمة، يعني بتلاقي فعلا مشاكل، وخاصة ان هم اطفال صغيرين قوي، فعشان الكابتن يبدأ يتحكم في 12 ولد مثلا عنده 4 سنين، المفروض ان هو يطلع على جهاز، اللي جعان، اللي عايز يدخل تويلت، اللي عايز مش قادر عايز ينام، مش يعني احيانا ما بيبقوش مستوعبين الموقف وبيبقوا طبعا خايفين. فده طبعا ايه، يعني دي بقى بتبقى شويه مشكله الكابتن، يعني هو فعلا بيعانوا بجد وبيتعبوا جدا الكباتن مع الولاد، دي حقيقه يعني. لكن بالنسبه للملك حصلت له مشكله في البطوله اللي فاتت، اللي هي من شهرين تقريبا، وكان ايده اتكسرت، فحصل له اصابه يعني. فطبعا المفروض ان هو كان داخل البطوله وبدا يخلص الاجهزه وكده، فحصل ده قبل ما ندخل البطوله بتقريبا اسبوعين، فده طبعا اثر على نفسيته جدا جدا جدا. فده بقى جه دوري هنا ودوري الكباتن، لان الدور النفسي هنا مهم قوي، لان ممكن اصلا اصابه زي كده كطفل ما يكملش بعد كده، لان هيفضل على الاقل 3 شهور قبل ما يبدا تاني يستعيد التاهيل بتاعه ويستعيد العضلات بتاعته وايده تبقى احسن ويفضل يطلع على الاجهزه تاني يعني. فده اللي حاصل حاليا دلوقتي. بس فضلت اقول له طب بص محمد صلاح، اديت له بقى نماذج هو بيحبها، اما بيتصاب ما بينزلش الماتش، طب ايه المشكله يعني، مش لازم كل مره نعمل مش عارف ايه ونحقق. وهم ادوهم بصراحه يعني الاتحاد بتاع الجمباز بيدوا المصاب ميداليه مشاركه، بحيث ان هو برده يشجعه ان هو يعني ان في الموضوع، وحضر البطوله مع الولاد والحمد لله يعني عدت بسلام. بس كان فعلا دور يعني صعب قوي قوي، ان انت تبداي تاهلي الولد نفسيا يرجع تاني بعد الاصابه اللي بتحصل له، لان هو عشان بيبدا بقى يلاقي ان الولاد فرقوا وان هو لسه ما خلصش، فاحيانا بيبدا يتضايق. فبيجي هنا بقى المدرب يقعد يتكلم معاه، طبعا المدرب لازم مع الام في كل حاجه، لازم كل خطوه يعني، معلش خليك بالك من الولد، طب انا قلت له، طب انت كمل على ده يعني، لازم الام مع الكابتن يبقى هما الاثنين ماشيين في نفس الوي، ودي حاجه مهمه جدا جدا. العلاقات الاسريه والاجتماعيه بتتاثر تاثير كلي مش جزئي بسبب التواجد اليومي في النادي، ودي مشكلة من المشكلات اللي أثرتيها برضو معنا. عايزة أعرف بتحلي المشكلة دي إزاي؟ بصي طبعاً بالنسبة للعلاقات الأسرية دي، يعني أنا عندي أخ أكبر من مالك، طبعاً هو محتاج بقى أقعد معاه وذاكر له ونبدأ بقى، يعني هو برضو في تمارين وعنده تمارين وكده، فأنا محتاجة طبعاً البيت بقى وأظبط حاجتي وأظبط حياتي، وطبعاً في زيارات عائلية، كل دوت طبعاً بيتأثر بالتمارين، وخاصة تمارين الجمباز، لأن بقولك مشكلتها في عدد ساعاتها كبير جداً. فبحاول على قد ما أقدر بقى، اللي هو برضو أيام الأجازة بحاول، قبل مثلاً وأنا بشتغل، قبل الصبح بدري قوي، يعني كل حاجة بتيجي في الآخر على الأم، يعني انت في الاخر اللي بتضحي بكل حاجه، كل واحد بتدي له حقه، وانت اللي في الاخر بتيجي على نفسك، سواء في عدد ساعات نوم، سواء في راحه، لان يمكن دلوقتي بدانا نسيب البيت شويه ونعمل مشاوير او نخلص حاجتنا، لكن في الاول بيبقى لازم بتقعدي طول التمرينه جنب الولد، لان بيعيط، عايز ياكل، يروح تويلت، مش عارف يغير، فكل الحاجات دي كان لازم استحاله تسيبي الولد وتمشي. لكن دلوقتي بداوا يكبروا شويه فعلا بيريحوا. بس مثلا عندك فرح، عندك عزومه، عندك مصيف، حتى المصيف الكابتن لا، ما فيش مصيف غير مش عارفه يومين، اصل البطوله قربت، فانت بتبقي كل الحاجات ديت فعلا فعلا بتتاثر بالتمارين. فبس هي مقابل ان انت بتعملي حاجه كويسه، يعني هي دي اللي بتصبرك، لان فعلا الرياضه بتفرق قوي 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 مع الولاد، بتفرق في الكاركتر بتاعهم عموما، وبتفرق ان البديل هيقعدوا على الموبايل، هيقعدوا يلعبوا على البلاي ستيشن. فاحنا بنقول ايه يعني، برضو هي حاجه بيبقى فيها سلبيات شويه، بس في الاخر انت بتاخدي الحاجه الكويسه اللي فيها، فدي بقى اللي مصبرانا يعني. الرياضه بتاثر تاثيرات ايجابيه قويه جدا في شخصيه الطفل زي ما حضرتك قلت لنا. عايزه اعرف ايه اكتر النقاط الملموسه بالنسبه لك اللي لاحظتيها في اولادك الاثنين نتيجه الرياضه اللي بيمارسوها؟ لا بصي، الرياضي بيبقى مختلف تماما تماما عن الطفل الغير رياضي. اولا بيبقى عنده ثقه بالنفس عاليه جدا جدا، دي حاجه.
تكوينه الجسماني نفسه ما بيبقاش بقى عنده كرش بقى وقاعد يعني الماسلز بتاعته كلها مشدوده، كشكل اصلا للجسم بيفرق قوي. بيبدا حتى يكلم الكبار، ما بيتكسفش، مش خجول بقى وقاعد لا بالعكس، حتى في المدرسه ما بيروح بدا يشترك في الحفلات بتاعتهم، بدا يشترك في العروض الرياضيه، ودي حاجه مهمه جدا. بيقول في الاذاعه كل ده بتيجي من نتيجه ان انت لما بالولد بيبقى رياضي بيتعامل مع كوميونتي، بيتعامل مع كابتن، بيروح يتكلم معاه، فده بتفرق قوي عن الولد اللي هو اللي انت ما بتخرجيهوش من البيت، اللي ما بيقابلش كوميونتي كتير جدا، خاصه ما بيلعب لعبه واتنين وبيروح مثلا بتسيبيه بقى في النادي يلعب مع الولاد بعد التمرين مثلا كوره، بيلعبوا مثلا في المراجيح او كده، فبتبص تلاقي فعلا ان الولد شخصيته بتختلف تماما، وشخصيته كمان بتختلف بالنسبه لتنظيم الوقت. يعني هو بتلاقيه منظم، ما بتلاقيهوش الدنيا كده مش فارقه معاه بقى، لان اليوم بتاعه كل ساعه ليها حساب، فبتلاقي هو نفسه عايز ينجز، يعني عايز ينجز وراه واجب هيعمله، طب وبعد كده وراه مثلا لو بيمارس هوايه تانية او بيعمل اي حاجه تاني، فهو عارف قيمه الوقت، وده بيفرق قوي فعلا من الولد الرياضي من الولد غير الرياضي. انا حابب ان مالك يفضل موجود جوه الصاله، لان انا شايف ان هو ان شاء الله هيبقى بطل اولمبي قدام باذن الله. ممكن الرسم، انا كنت بتعلم رسم، باخد ارت هنا في الاوبرا، بس ما بقاش اروح عشان ظروف. واحنا بنتكلم مع بعض عرفت ان مالك متعدد المواهب، كلمينا بقى عن المواهب بتاعته وانتي سبورت ليه ازاي فيها وبتساعديه وبتسانديه ازاي. بصي، هو انا اكتشفت ان مالك من وهو عنده مثلا 3 سنين كده بدا يقعد على الكمبيوتر كده ويمسك يفتح اليوتيوب ويبدا يرسم معاهم، فانا دخلت مره عليه لقيته قاعد بيرسم كده، فاكتشفت ان هو فعلا بيرسم حلو قوي، فمن هنا بقى ايه قلت لا، يعني حته ان انت تنمي موهبه دي حاجه بتبقى كويسه جدا يعني. فروحت الاوبرا وقدمت له في الاوبرا، في هناك مركز تنميه المواهب بتاع الاطفال، وبقاله تقريبا حوالي هناك 5 سنين، وبدا يدخل في ليفل 2، وبدانا نطلع اوت دورز، نطلع مثلا متاحف بنرسم، نطلع مثلا الجناين بنرسم حاجات خارجي، وبدا يرسم بقى تماثيل، وبدا يرسم طبيعه صامته. وبعدين بعد كده اشتركنا بقى، بدانا نشترك ندخل في المعارض بتاعه الاوبرا، فما بقى بدا يلاقي اللوحه بتاعته بتنزل والناس بقى بييجوا بيتفرجوا عليها، فده فرق معاه قوي قوي. بلس بقى ان هو كمان بدا، اكتشفت بيه الحته دي مثلا بقالي سنه، بدا يكتب، يعني لقيته بيجيب ورق صغير كده وفي الحصص الفاضية في المدرسة بيقعد يكتب قصص قصيرة، فرحت جايبه له بقى يعني زي كشكول كبير كده وقلت عليه ميسي عشان هو بيحب ميسي والجو ده، وقلت له نبدأ بقى نكتب قصص قصيرة، فلقيت الحمد لله ان هو عنده فكرة الحبكة، يعني بيحبك كويس قوي القصة وبينظم الشخصيات كويس وعامل حدث درامي ويعني شغال يعني، فبدأت اقول له لا حلو ويلا طب هنا مش عارف ايه طب نعمل كذا، فالحمد لله هو لقيته يعني برضو ايه عنده الحته ديت، فقلت كويس، بحيث ان برضو ايه حته الرياضه وننمي يعني جسمانيا وفكريا، يعني الاثنين لما بيمشوا مع بعض بتبقى حاجه كويسه قوي. هي مثلث مجلس اداره او جهاز فني والمدرب والاسره، لان احنا الثلاثه لازم بنكمل بعض، كل واحد فينا ليه دور، هي بيعود عليها دور اكبر، لان هو اللي هي اللي بتجيب وهي اللي بتودي، لان الطفل لسه صغير فمش هيعرف يروح ويجي لوحده، فهي بتلعب دور كبير جدا في العمليه التدريبيه. طبعا ده عمل شاق بالنسبه لاول الامر، وده دوره ان هو عايز يشوف ابنه بطل، فانت عايز تشوف ابنك بطل فانت لازم بتتعب، يعني هي المنظومه كلها بتتعب لنجاح اللاعب، فهم بيلعبوا دور كبير جدا ومؤثر في العمليه التدريبيه. كل اللي حكيتيه ضغط كبير جدا عليكي، بس في ضغط تاني انت لازم بتكوني فيه، بتعملي سيرش، بتحاولي تنمي فكرك عنه اكتر ناحيه التغذيه الصحيه السليمه للبطل الرياضي، لان احنا كلنا بنعمل اكل عادي الطبيعي، انما البطل الرياضي بيحتاج اكل مختلف خالص. كلمينا عن الموضوع ده. موضوع الاكل بقى ده بالنسبه للاطفال طبعا بيبقى يعني عشان الام تقول له كل، مفيش بقى، لا مش واكل، انا مش عايز خضار، انا مش عايز الا مثلا حاجات اللي هي الفاست فود، ده اهم حاجه عندهم.
فبدات برضو هو ما ينفعش، عشان برضو نكون صريحين، ما ينفعش تمنعي خالص، ما ينفعش تمنعي الشيبسي تقولي له مش هتاكل شيبسي لان هيعمل من وراك. فبدات بقى اعمل له حاجه ظريفه قوي، اقول له بص اليوم اللي مش هتاكل فيه شيبسي انا هزودك في المصروف بتاعك، عشان يبدا يجيب مثلا ايه حاجه تانية افيت شويه. طب هات عصير، طب بيجيب العصاير اللي هي الجاهزه دي، اقول له لا طب هات فريش. يعني بدات شويه واحده واحده، وبصراحه سلطت عليه الكابتن لان هم بيسمعوا كلام الكباتن، فقلت له بص روح قول لهم في التمرين ممنوع اكل مش عارف الحاجات دي او حاجات بسيطه او كده. فبداوا ان هم يسمعوا الكلام شويه، لكن مش هكذب عليك ما بيسمعوش كلامنا قوي. بس اهم حاجه البروتين ده مهم جدا جدا جدا، اللبن طبعا، كالسيوم، الفاكهه والخضار، يعني لازم تعملي كل دول. احيانا بقى مثلا بلاقيه مخستع شويه بقى والدنيا بدات تقع وكده، فببدا ادخل مثلا فيتامينز شويه، بحيث برضو ان ايه ان هو بيعمل مجهود رهيب بصراحه، مجهود رهيب. فلو مش هتهتمي بالتغذيه الولد هيقع، لان اهم حاجه في الدنيا ان هو يكون قادر يعمل التمرينه. قادر يعني معناها بياكل كويس، فدي بقى مشكله فعلا، لان الولاد في السن دوت خاصه هم صغيرين معظم الاكل يقولك مش واكل، ده لا او ده لا وده لا. فتبداي بقى تدخلي له مثلا البيض في حاجه تانية في كيكه، تبداي تعملي له مش عارف اللبن عليه نسكويك عشان مش عارف ايه، فالحاجات دي برده بتفرق كتير قوي. فبنحاول يعني وربنا كريم. انا حابب ان هم ان شاء الله يبقوا احسن، وحابب ان هم دايما بيقفوا ورا اولادهم وورا اولاد الملعب كله وورا اسم النادي الاهلي، لان دايما النادي الاهلي رقم واحد. فانا حابب ان هم دايما يقدموا الدعم سواء للجهاز الفني والمدربين واللعيبه. يا ماما بتحضر لي اي حاجه اكلها قبل ما انزل، وبتخليني البس احسن لبس عشان بتخاف عليا، وبتنزلني وتوصلني وبتخلي بالها مني جدا لغايه ما اوصل للنادي. عشان كده انا عايزه اقول لها شكرا يا ماما. ايه الرساله اللي توجهيها لكل ام علشان تكون ام بطله زيك وعندها ابطال في البيت زي اولادك؟ بنصح كل ام طبعا ان هي يعني اهم حاجه في الدنيا اي حاجه عايزه تعمليها لازم تبقى اراده واستمراريه. انت عندك اراده هتعملي حاجه، لان انت لو شويه قعدتي وجيتي بس في الصيف لعبتي وفي الشتاء اصلي مش عارف ايه، عمره ما هيبقى بطل، لان انت كده جاست بتمارسي رياضه لكن مش بتخليه يبقى بطل او بتخليه يحقق حاجه. لان عشان يحقق لازم يستمر، عشان يدخل فريق لازم يستمر، وبعد الفريق كمان عشان يبقى كويس ويثبت ذاته لازم برده في استمراريه. ولازم تكوني مع الكابتن زي ما بقولك ان انت والكابتن ماشيين في نفس الطريق، حتى اختلفتي معاه او اتفقتي، بس فعلا فعلا الكباتن دي بتتعب قوي بجد. وعشان تتعامل مثلا في الجمباز احنا 12 مثلا في الفريق، عشان نبدا نتعامل مع كل ولد لوحده بشخصيته بقدرته على الاداء، فبتعاني يعني هما فعلا بيتعبوا قوي دي حقيقه، وبيبذلوا مجهود خرافي. ولازم انت تكوني على طول مع الكابتن، طب هو اكله، طب اصل نومه، طب قول له، طب اصل ما ينفعش، لان هما الاثنين زي الاب والام كده في البيت ما بيربوا ولادهم، لان اصلا الولد بيشوف الكابتن اكتر ما بيشوف بابا تقريبا، ودي حقيقه فعلا كلنا معترفين بيها. فالكابتن ده بالنسبه له حاجه مهمه جدا لان هو فعلا قدوه. فاما بيبقى الام مع الكابتن كويسين والدنيا ماشيه وما فيش مشاكل، ده بيأثر على الولد بشكل كويس قوي، يعني سواء بسلبي او بايجابي، يعني لو العلاقه متوتره بيأثر على الولد. دي حاجة. الحاجة التانية ان هما يعني ما فيش حاجة اسمها بقى اصل الولد محققش المرة دي فمش هيحقق بعد كده. طبيعي ان الرياضي بيبقى مرة اب ومرة داون، لازم، ما فيش حد بيستمر طول حياته بيبقى، وخاصة بعد فترة البلوغ بتلاقي طفرات حصلت دايما، يعني ممكن يبقى ولد نص نص بعد البلوغ بتبص تلاقيه فجأة كده بقى تالنت جدا واثبت نفسه. وفي ناس بتكبر بتقع بيزهق، وهي بقى دي القصه بقى اللي هي فتره سن ال 11 وال 12 وال 13 سنه في اي ولد في اي رياضه. دايما ديت عنق الزجاجه زي ما بيقولوا، لو انت ما فضلتيش وراه وسبورت ليه هيبطل، لان كل الولاد بييجوا في السن ده سن التمرد مش عايزين يكملوا، عايزين بقى يفضلوا قاعدين بحريتهم يروحوا الجيم مش عارف ايه. فانت بتيجي في النقطه دي بقى، هو دي لا يكمل لا ما يكملش.
فدور الام بتيجي بقى في القصه دي. ففعلا الاستمراريه مهمه جدا، الاراده دي حاجه يعني، لان انت عايزه حاجه وبعدين انت بقى اللي بتفضلي ورا الطفل، وطبعا توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر يعني. مدام شيماء شرفتينا وكنا سعداء بيكي جدا، وفعلا النصيحه اللي قلتيها كانت بالنسبه لنا نصيحه جديده علينا، واعتقد برضو على الساده المشاهدين. اهلا بيكي. بجد انا كنت مبسوطه قوي، ويا رب بس يعني الناس تكون استفادت حتى لو من حاجات بسيطه يعني قلتها، بس فعلا بجد بالتوفيق لكل ابطالنا بجد. وفعلا لازم اقول ان الام هي الجندي المجهول، لازم اختم بالحلقه دي، الام ده فعلا بيتعبوا قوي قوي قوي، وربنا معانا وكله بتوفيق ربنا ان شاء الله. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده وبطله جديده من البطوله امهات.